بونسوار مي شير زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك هذا هو الفيديو اللي طلبتوني عليه، لقيتو بزاف عندي في لي كومونتير، والنيت هو كاين في الاطار المرجعي. ديجا انا خادمه ولكن عاودتو لكم دابا، يعني باش بلا ما تبقاو تقلبوا بزاف لي طون دو ريسي. هاد لي طون دو ريسي كيعطيكم في الامتحان على شكل كونجوغيزون، يعني ابار انك خصك تكون كتعرف تصرف الافعال مزيان في لامبارفي وتعرف تصرفهم في الباسي سامبل، خصك ابار الكونجوغيزون. الا قال لك صرف لي في باسي سامبل راه هناوك، ولكن بعض المرات كيعطيوك جمل وكيقول لك صرف في لو طون كونفينابل، يعني انت تصرف يا في لامبارفي يا في الباسي سامبل. اذا كي غادي دير تعرف دونك شنو هو الحل؟ دونك هنا دابا في هاد لا فيديو هذا خصنا نعرفوا كيفاش حنا نعرف واش انا غادي نصرف في الباسي سامبل ولا غادي نصرف في لامبارفي. هادشي انا كنقولوا على اساس انت ديجا كتعرف التيرمينيزون كتعرف كونجوغي، غير هو ملي كيعطيك فيرب اونتر بارونتيز كتبقى تفكر واش لامبارفي واش باسي سامبل. دونك انا هنا غادي نوريكم ها فوقاش كنستعملوا لامبارفي وها فوقاش كنستعملوا الباسي سامبل، وغنعطيكم التمرين في الاخر باش ملي يكون عندكم جمل في الامتحان الجهوي ما تحتاجش تفكر، تكون ديجا انت عارف الدرس. دونك السؤال اللي خصنا نطرحوه كون اون يوتيليز لامبارفي اي لو باسي سامبل، دونك هذا هو اللي غنعطيكم انا الجواب ديالو زائد تمرين. دونك بصفه عامه واصلا الدرس ديال لي فالور. دونك دون ان ريسي او باسي، نعطيكم واحد التعريف فواحد لو ريسي في الباسي في الماضي، لامبارفي اي لو باسي سامبل سي تيليز اون الترنونس، يعني قال لك في شي قصه في الماضي في واحد لو ريسي كتكون محكيه في الماضي لو باسي، هذاك لامبارفي ولو باسي سامبل كيتستعملوا ليا في القصه بجوج اون الترنونس، يعني اون الترنونس يعني بالتناوب كيستعملوا بجوج. ولكن هنا خصك تعرف انت في الغيسي نهار الامتحان الجهوي هاد الدرس هذا راه تصايب حتى لو غيسي ديالك ولا لا نوفيل، يعني واش تصرف فوقاش تصرف لامبارفي فوقاش تصرف الافعال. انا غادي نشوفه هنا بالنسبه لامبارفي اون امبلوا لامبارفي دو لانديكاتيف بوغ، هنا نقول شوفوا فوقاش كنستعملوه pour les actions qui ne sont pas limitées dans le temps. كنستعملو لامبارفي في لي زاكسيون في الافعال اللي كنديرو ما كيكونوش محدودين بالوقت، يعني هاد لاكسيون هادي ما كتكونش محدوده بالوقت. كيفاش زعما ما كتكونش محدوده بالوقت؟ نزيد نفسر لكم اكثر باش نشوفو لي فالور. سي تادير دون طون نو بريسيز ني لو ديبي ني لا فان، هذاك لاكسيون اللي كنديرها انا في لامبارفي كتكون اكسيون لونغ كتكون مده ديالها طويله، ما كنعرف لا فوقاش بدات لا فوقاش سالات. الوغ كيل سون لي فالور دو لامبارفي، انا وصلت دابا لي فالور، لي فالور دو لامبارفي، يعني الدرس كله هو لي فالور. الا عرفتي لي فالور اذا راك تعرف فوقاش غادي تستعمل لامبارفي. حنا نبداو بلامبارفي لي فالور ديالو من بعد ندوزو لباسي سامبل. اول فالور اول حاجه كنستعملها باش كنعرف راه لامبارفي، يعني فوقاش كنستعمل لامبارفي، اولا كنستعملو ملي كتكون عندي لا ديسكريبسيون الوصف. اكزامبل علي افي اون فورس انكرويابل، دونك انا شنو كندير هنايا؟ هنا عندنا افي يعني لوكسيليير افوار بصرف لامبارفي، كنوصف به شنو كنقول؟ علي افي اون فورس انكرويابل، دونك بلادجيكتيف انكرويابل كنوصف. دونك هذه اول فالور كنخليني نعرف تعرفوا راسكم انكم عاد تصرفوا في لامبارفي ملي كتكون لا ديسكريبسيون، ولا ملي تكون عندنا اكسيون لونغ تصرف انت في لامبارفي. الا شفتي عندنا شي اكسيون لونغ اكزامبل لي زونفون جوي دون لو جاردان دوبوي لو ماتان، دونك هنا كنصرفوا لو فيرب جوي في لامبارفي كيلعبوا دون لو جاردان دوبوي لو ماتان من الصباح. اذا هنا عندنا واحد لاكسيون لونغ، يعني فوقاش بدات فوقاش سالات، هما كيلعبوا مده زمنيه طويله، يعني ملي كتكون واحد الفعل كياخذ ليا وقت، فعل هو كفعل جوي راه كياخذ وقت، كنصرف اوتوماتيكمون في لامبارفي. دونك حنا عندنا هنا ربعه ديال لي فالور. نشوفوا دابا ثوازيام لا ريبيتيسيون، كنستعمل انا لامبارفي ملي كتكون عندي لا ريبيتيسيون التكرار، ولا كنقدروا نقولوا لابيتود العاده، يعني شي حاجه انا متعود كنديرها يعني من العام للعام من الشهر الشهر من نهار لنهار، المهم كتسمى ريبيتيسيون. هاد لا ريبيتيسيون هادي ملي كتكون عندي في لا فراز وفهمتها تكرار كنصرف فيها في لامبارفي. اكزامبل tous les dimanches je m'entraînais à la course à pied. اولا انا باش كنعرفها ريبيتيسيون في الجمله كتخليكم تعرفوها راه تكرار وانك غادي تصرف حتى ما فهمتيش كاع الجمله. عندنا هاد tous les dimanches ولا فراز tous les dimanches، يعني هذه كتبين لي التكرار، كنقول كل حد، ولا نقول مثلا chaque matin كل صباح chaque soir
ولا مساء، هاد تو لي ديمونش ولا لقيتو مثلا شاك ماتان ولا لقيتو سوفون دائما توجور، هادو كيبينو بلي راه عندنا هاد لي مو، هادو كيبينو عندنا كيبينو عندنا لا ريبيتيسيون تكرار، دونك اوتوماتيكمون كنصرف داك لو فيرب في لامبارفي. دونك كاتريام عندنا ربعه ديال الفالور، اخر فالور هي لا سيمولتانيتي. شنو هي لا سيمولتانيتي؟ هي التزامن، هي جوج ديال لي زاكسيون كيداروا ليا في زمان واحد. انا مثلا كنشرح نتوما كتسمعوا، يعني انا كندير فعل وانتوما كديروا فعل، اذا هاد جوج ديال الافعال في زمان واحد يعني كتسمى لي التزامن. هادي ملي كيكون عندي بحال هكا في الفراز كنصرف فاش في لامبارفي. دونك هاد ليكزامبل هذا جو ليزي ان رومون، انا كنقرا دابا رومون بوندون كو ما مير كويزيني. اذا عندنا داك بوندون كو كتخلينا نعرف، وانا في الوقت اللي انا كنقرا فيه رومون هي كويزيني كطيب. دونك هنايا عندنا جوج ديال لي فيرب، هنا غادي نشوفو دابا. دونك هنا لو باسي سامبل فوقاش كنستعملو، حتى هو ماضي. لو باسي سامبل سي تيليز بور لي زاكسيون برينسيبال، لامبارفي ماضي والباسي سامبل ماضي، وكاين واحد الفرق بيناتهم، هو هادشي اللي كنحاولو نديرو دابا باش مزيان هاني كيعطونا اونتر بارونتيز كنعرفو فوقاش كنصرفو. دونك هذيك اللي مكتوبه بالبيض قال لك لو باسي سامبل سي تيليز بور لي زاكسيون برينسيبال، كيستعمل بالنسبه لي زاكسيون الافعال الرئيسيه. Ce sont des actions bien datées. وهاد لي زاكسيون هادو محدودين بالوقت، ماشي هكا كنهضروا بحال لامبارفي. كي نو او ليو كون سول فوا، يعني اللي ما كيوقعوا كيحدثوا لينا مثلا داك الفعل اي مره وحده، مثلا ما كتكونش لا ريبيتيسيون تكرار وانا غدا نصرف باسي سامبل تكرار صافي لامبارفي. واحد لاكسيون كتوقع ليا مره وحده كنصرفها في الباسي سامبل وما كتكونش واخده ليا واحد الوقت. حنا نشوفوا لي فالور باش نزيدو نفهمو اكثر. الوغ كيل سون لي فالور دو باسي سامبل؟ دابا هنا كنطرحوا السؤال شنو هما لي فالور. هاد لي فالور هما اللي يخليونا نعرفوا يعني فوقاش كنعبروا على لو باسي سامبل. دونك هنا اول حاجه عندنا خمسه ديال لي فالور. اكسيون سودان، ملي كتكون عندنا اكسيون مفاجئه هنا كنصرف انا لو باسي سامبل، شي حاجه كتجي فجاه. مثلا برونون سيت اكزومبل توتاكو il reste immobile. انا باش بديت توتاكو سودان بريسكومون يعني فجاه. ديجا انا ملي نشوف المسيحه مكتوبه توتاكو فجاه صافي اوتوماتيكمون الباسي سامبل ما حتاش نفكر. دونك لو فيرب ريستي ها هو صرفناه في الباسي سامبل. كيبقى ليكم عاوتاني تكونوا كتعرفوا الكونجيكسيون في الباسي سامبل، وهذا راه دايره فيديو خاص هي الباسي سامبل بواحد الطريقه سهله تعرفوا تصرفوا الافعال كاملين ديال بروميير دوزيام وتروازيام جروب. ومازال غدا ان شاء الله ولا في هذه السيمانه غادي نجمع لكم لي طون كامل اللي غادي تحطوا في جاوي كونجيكسيون كامل فيديو واحد باش تراجعوا فيديو واحد، ما تبقاوش كل مره تقلبوا على حاجه. دونك هذه لا فالور الاولى. دوزيام يعني الفالور الثانيه فوقاش انا كنستعمل الباسي سامبل اكسيون سوكسيسيف. اكسيون سوكسيسيف يعني اكسيون متسلسله، هذه اللي كتكون ديال الناراسيون وهذه اللي كتكون في لا نوفيل في ليطاب ديال البيريبيسي المرحله ديال الاحداث كتكون عندنا تسلسل ديال لي زيفالمون لا سوكسيسيون دي زيفالمون. شوفوا هذا ليكزامبل il prit un pull le mit sur ses épaules et sortit. دونك هنا شنو عندنا؟ عندنا بري ومي وسورتي، بروندر ميتر سورتير. عندنا تسلسل ديال الاحداث، واحد دار بزاف ديال الاحداث. اول حدث دار إل بري ان بول يعني خدا واحد التريكو، مي وضعو على الكتاف ديالو ها هو ميتر، عاو خرج داك وخرج سورتي. اذا دار بزاف ديال لي زاكسيون في زمن واحد وبالزربه، يعني حدث ورا حدث ورا حدث. اذا هادي تسمى عندي تسلسل ديال الاحداث. دونك تخوازيام فالور اكسيون ليميتي، كنستعملو ملي كتكون عندي واحد لاكسيون ليميتي محدوده. اكزومبل لا كونستركسيون دو ليسي دورا 2 ans. اذا لا كونستركسيون البناء ديال ليسي في الوقت اللي كانوا كيبنيه دورا يستمر واحد 2 ans. دونك هنايا لا كونستركسيون ديال ليسي هنا دورا الفيرب دوري استمرت 2 ans حددناها. انا ملي كنقول ندير واحد لاكسيون وما كنحددهاش نشوفوا لا فالور ديالها. اما لا حددت وقلت شحال عام عامين 3 سنين كتسمى ليميتي يعني محدوده وبالوقت. يعني اون فوا نتوما غادي تشوفوا الوقت حد داك الفيرب لي اونتر بارونتيز عام عامين ساعه هذا راه كيتسمى ليميتي. كاتريام اكسيون اشوفي، اكسيون اشوفي يعني حتى هي تيرميني حتى هي كتسالى ولكن
كاين فرق بينه وبين الثالثه ما كنحددهاش. تسالات بدات وتسالات فوقاش شحال ديال الوقت ما كنقولش. هذيك اشوفي نيت هاد اشوفي الا درت ليها الوقت كتسمى ليميتي، حيدت ليها الوقت كتسمى اشوفي. اكزامبل لوتر جور جو في ان بو بيزاج، دونك الفيرب اللي صرفناه في الباسي سامبل فوار، دونك هنايا عندنا فوار جو في، انا شفت واحد المنظر زوين. كاين اللي هنا كيشوف بو بيزاج راسو كيمشي كيقول الوصف، كيمشي يدير لا ديسكريبسيون، حيت هو اما كيعطوك تكونجوغي اما هما ديجا كيعطوك بحال هكا جمل مصرفين وكيقول لك حدد ليا لا فالور ديال كل جمله. يعني انت الا شفتي الجمله الفير فيها مصرف في لامبارفي صافي كتحط قدام عينك ايدك الربعه ديال لي فالور ديالو في لامبارفي. كان الفير مصرف اول حاجه خصك تشوفها هي الفعل، الا كان لامبارفي اذا خصك تجيب لي فالور ديال لامبارفي وتفكر فيهم. كان باسي سامبل عاد كتفكر في لي فالور ديال باسي سامبل. كاين اللي كيشوف بو بيزاج كيكتب لا ديسكريبسيون واخا لا ديسكريبسيون راه مع لامبارفي كي حيت كيشوف الوصف والفيرب مصرف في الباسي سامبل. اذا هنا خصكم تركزوا، اول خطوه باش تحدد انت لا فالور ديال الامتحان حيت كيعطيو بحال هكا طابلو كيقول لك حدد لي لا فالور اما على شكل تمرين انت كتكونجيكي. في كلا الحالتين انت خصك تكون كتعرف سميتو تكون كتعرف لي فالور. اخر فالور دابا بقات لينا خمسه، عندنا اكسيون بريف. بريف يعني بالزربه، ما كتاخذش وقت، ما هي مفاجئه، ما هي تسلسل الاحداث، ما كتاخذ وقت، ما محسوبه بوقت، بالزربه بالزربه. يعني شي فيرب مثلا بحال طومبي سقط، شي واحد طاح، يعني ما نقدرش نحسب شحال الوقت هو طاح فيه. يعني شي فيرب اللي ما كياخذليش الوقت في مره. اكزامبل لو لابان طومبا دون ان ترو، اذا الفيرب اللي مصرف في الباسي سامبل هو لو فيرب طومبي. دونك هاد لو فيرب طومبي ما خداش ليا انا كاع الوقت طومبي، مثلا بحال شي واحد صوتي كينقز صوني كيصوني فخابي كيدق اتسيتيرا. دونك هنا هادو هما لي فالور ديال الباسي سامبل، عندنا خمسة. هنا دابا غادي نشوفو واحد بتي اكزارسيس نشوفو واش فاهمين. بحال هكا كيعطيكم دابا عطيتكم هي الطابلو هذا ما عطيتكمش ديال الكونجيغيزون باش ما نزيدش نطول لكم لهاديك كثر، ولكن ملي كندير مراجعة للدروس ديال اللي تحط في جهوي اللي كندير فيهم التمارين غنحط لكم التمارين ديال هاد الدرس هذا. دابا هي تمرين واحد. Donc la question, souligne le verbe qui est au passé simple ou à l'imparfait. En gros, la phrase est trop et dit au gulina quelle est la valeur exprimée. Je n'y ai la valeur dial. Voilà qui est très difficile. Par la manière de dire, c'est que tu as conjugué. Idem, je fais la première phrase. L'inspecteur Colombon ouvrit la porte, ôta son manteau, alluma sa cigarette et examina le cadavre. دونك هنايا غنسطرو على قالك انا سولي نسطر، اذا غنسطرو على الفيرب هنايا وغنكتبو لو طون. في لو طون واش هو باسي سامبل ولا لامبارفي. دونك لي فيرب هنا عندنا بزاف ماشي غير فيرب، عندنا شوفو الاول اوفري فتح الباب، اوتا سو مونطو يعني حيد المونطو ديالو، الوما اكزامينا. دونك هاد لي فيرب فاش عندنا مصرفين في لو باسي سامبل. اذا دابا بما انهم مصرفين في باسي سامبل علاش عرفتو؟ علاش نتا تعرفو من الامتحان؟ حيت تكون حافظ لي تيرمينيزون ديال باسي سامبل، يعني صافي سالينا من هاد الخطوه. دابا غادي نجيو نحدو شنو هي لا فالور. دونك الباسي سامبل عندنا خمسه ديال لي فالور. اول فالور انا نقولهم لكم اوغالمون واش نفكروا، عندنا اكسيون سودان ملي كتكون شي اكسيون مفاجئه. هنا واش عندنا شي حاجه فجاه؟ عندنا شي سودان؟ عندنا والو. كنستعملو الباسي سامبل ملي كتكون عندنا اكسيون ليميتي، يعني شي واحد كيدير شي فعل بالزربه ومحدود بالوقت. عندنا شي وقت هنا مكتوب؟ ما مكتوبش، حيده. عندنا اكسيون سوكسيسيف متسلسله، يعني كيكون عندنا شي شخص كيدير بزاف ديال الافعال في دقه واحده وكلهم في الباسي سامبل. يعني دخل حيد المونطو ديالو، اليوما سا سيكاريت، اكزامينا. دونك هادي اون فالور، اذا لا سوكسيسيون دي زيفيرمون ولا نقولو اكسيون سوكسيسيف. دوزيام فراز، شاك ويكاند، كل ويكاند، صافي حبس مسكملش. شاك ويكاند شنو هي شاك ويكاند؟ كل ويكاند. اذا شنو عندنا؟ تكرار. اذا لامبارفي هنا عندنا شاك ويكاند كلوتيلد الي روندر فيزيت ا سون نام. حنا نكملو احتياط وصافي. عندنا الي فاش مصرفنا لو فيرب الي في لامبارفي. اذا شحال عندنا من فالور ديال لامبارفي؟ اربعه. أربعة عندنا أكسيون لونغ، ولكن هذه ما نحتاجش نفكر حيت عندنا شاك ويكاند، إذا هذه لا ريبيتيسيون تكرار. ثوازيام سوبيتمون فجأة جاكلين كيتا لو صالون. إذا هنايا عندنا سوبيتمون، شنو هي هاد سوبيتمون؟ هي فجأة، هي سودان. ك
كاين سودان كاين سوتاكو. الفيرب هو كيتي فاش مصرف في الباسي سامبل. اذا من عندنا سوبيتمون فجأة اذا باسي سامبل كتبوها كاملة واكسيون كتبو اكسيون سودان. انا باش تقبلنا الاسباس يعني اكسيون مفاجئة. دونك اخر وحدة بقات لينا لا فيكتيم ايتي ان بو ميغ دون تاي ايلونسي. يعني الضحية ان بو ميغ ضعيفة شوية دون تاي ايلونسي. دونك لو فيرب هو ايتي يعني فاش مصرف عندنا هنايا في لامبارفي. هنا شنو كنديرو؟ قلنا ان بو ميغ كنوصف كندير لا ديسكريبسيون ضعيفة شوية اون تاي ني طويلة اون تاي ايلونسي. اذا هادي لا ديسكريبسيون ما عنديش شي اكسيون لونغ صافي راه باينه كنوصف. اذا هنا شنو هاد لا فالور هادي غنكتبو لامبارفي اي لا فالور لا ديسكريبسيون الوصف. دونك مازال دابا غادي نخدم معكم هذاك الطابلو ديال سيتياسيون انونسي بالنسبه كيتحط في الجهوي كيحطوا في جوج دروس ليبوتيز وفي لا كونسيسيون تناقض. دونك اي حاجه احتاجتوها خليوها لي في لي كومونتير باش نخدمها معكم.